مرحبا بكم مشاهدينا طلاب الصف الأول الثانوي وحلقة جديدة من بنك المعرفة. في هذه الحلقة سنتناول أحد دروس مادة الجغرافيا الدرس الأول من الوحدة الثانية المناخ في مصر مع خبير المادة بوزارة التربية والتعليم أستاذ محمد علي كيلاني. برحب بحضرتك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعني طبعا كتير بيبقى عندنا بعض المفاهيم المغلوطة أو بعض الحيرة في تفسير بعض المفردات بعض المعاني، زي مثلا الفرق بين المناخ والطقس. ممكن أحيانا بعض الناس بتخلط بينهم، فلو حضرتك بدأت بتفسير الفرق بين المناخ والطقس. بسم الله الرحمن الرحيم. المناخ هو حالة الجو لفترة زمنية طويلة، وحالة الجو دي من حيث الحرارة ولازم أبدأ بيها الأول، بعد كده الضغط واللي بيتولد بصورة عكسية من الحرارة، بعد كده الرياح واللي بتتحرك من نطاقات الضغط المرتفع إلى نطاقات الضغط المنخفض، وأخيرا الأمطار. الرياح إذا عبرت أي مسطح مائي هتتشبع ببخار الماء ثم تسقط الأمطار. فبقول حالة الجو لفترة زمنية طويلة. طب الطقس هو حالة الجو لفترة زمنية قصيرة، نفس حالة الجو بس هي لها تعريف أفضل. لما باجي اتكلم عن المناخ، حالة الجو لفترة زمنية طويلة واي تغيرات تحدث على المدى القصير تعرف باسم طقس. زي لما اجي اقول درجات الحرارة حول معدلها او حول معدلاتها الطبيعية، ده مناخ. لكن جت على مصر موجة حارة او موجة باردة في فترات مش معتاد مجيئها، يبقى ده اسمه طقس. بمعنى اصح التغيرات اللي هتحدث على مدى اليوم او الاسبوع او الاسبوعين دي هتعرف باسم الطقس. بعد كده هنبدأ في شرح المناخ بتاع مصر. ربنا حبى مصر بمناخ معتدل ساعد على قيام الحضارة أو كان سبب من ضمن أسباب نشأة الحضارة المصرية، علشان كده اهتم به المصريون منذ القدم وحتى عصرنا الحالي. ومناخ مصر بوجه عام بيقولوا حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء، بس عايزين نعرف هو ليه حار وجاف صيفا وليه دافئ وممطر شتاء، وهل طول الشتاء او كل اجزاء سطح مصر حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء، وده اللي هنعرفه. هنبدا الاول بالعوامل المؤثره في مناخ مصر زي الشكل اللي قدامنا. هتلاقي اول حاجه الموقع الفلكي، تاني حاجة الموقع الجغرافي، تالت حاجة التضاريس أو السطح. عندنا خريطة لمصر. لو جينا نتكلم عن أولا الموقع الفلكي، خدنا في الدرس الأول بالوحدة الأولى موقع مصر، وعرفنا أن مصر تمتد بين دائرتي عرض 22 شمالا إلى 31-36 شمالا. معنى كده ان معظم اجزاء مصر تقع في الاقليم المداري الجاف او الصحراوي الجاف، ما عدا اطرافها الشماليه المطله على البحر المتوسط، ودي بيبقى مناخها مناخ معتدل دافئ ممطر شتاء او فيما يعرف باسم اقليم البحر المتوسط. لو جينا على الموقع الجغرافي، الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبة لليابس والماء. نبدأ باليابس الأول. كيف أثر اليابس في مناخ مصر؟ أحيانا بقول عليه المناخ القاري أو القارية. هتلاقي في الصيف بتيجي موجات شديدة الحرارة، وفي الشتاء بتيجي موجات شديدة البرودة، والاتنين مع بعض بنسميهم باسم التطرف المناخي او الحراري. ان في فصل هتلاقي حرارة مرتفعة جدا وفي الشتاء هتلاقيها حرارة منخفضة جدا، والاتنين اثر السطح على مناخ مصر. علشان كده بتلاقي مدينة المنيا هي الاكثر تطرفا في مصر، يعني حرارة مرتفعة وبخاصة في الصيف، حرارة منخفضة وبخاصة في الشتاء. إلى جانب وقوع مصر في يابس شمال إفريقيا، إلى جانب قربه أو اتصاله بيابس قارة آسيا
عن طريق شبه جزيرة سيناء جعلها تتعرض إلى الانخفاضات الجوية، وبخاصة اللي بتبقى موجودة في قارة آسيا وفي قارة أفريقيا. نبص على الخريطة اللي قدامنا، هنتلاقي الأطراف الشمالية لمصر فقط اللي هي باللون الأحمر قدامنا هي اللي إقليم بحر متوسط، بينما الأجزاء البيضة الكبيرة اللي في باقي أنحاء مصر عبارة عن إقليم صحراوي جاف لا تسقط فيه الأمطار إلا نادرا أو قليلا. بعد كده عندنا البحر الأحمر والمؤثرات بتاعته بتبقى محدودة، عندنا بعض الأقسام بتاعت السطح اللي بتأثر في مناخ مصر، لعل أشهرها جبال البحر الأحمر وجبل سانت كاترين. لو بصينا لأثر المسطحات المائية هتلاقي البحر المتوسط أكثر تأثيرا عن البحر الأحمر لعدم وجود المرتفعات. طب المسطحات المائية بتأثر في إيه أو بتأثر إزاي في مناخ مصر؟ بتأثر في حاجتين من الحاجات المهمة واللي لازم نعرفها، المدى الحراري سواء كان اليومي أو الفصلي أو السنوي، اللي هو الفرق بين أعلى درجة حرارة تسجل صيفا وأقل درجة حرارة تسجل شتاء، والاتنين مع بعض يسمى باسم المدى الحراري. والمدى الحراري بيبقى قليل على السواحل وبيقل وبيزداد بالاتجاه ناحية الشمال. طب بيأثر في إيه تاني؟ بيأثر في الرطوبة النسبية، نسبة تشبع الماء ببخار الهواء ببخار الماء، ودي برضو بتزداد بالقرب من المسطحات المائية وتقل بالاتجاه ناحية الجنوب. الشكل الثالث عندنا أو الأثر الثالث بيبقى للتضاريس، والتضاريس دي عبارة عن مرتفعات، عبارة عن سهول، عبارة عن هضاب، وبتأثر عندنا في حاجتين، الأولى في درجات الحرارة. ليه؟ لأن عامل الارتفاع بيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة درجة لكل 150 كيلومتر، علشان كده بتلاقي درجات الحرارة منخفضة جدا في سانت كاترين أو فوق مرتفعات جبال البحر الأحمر وبخاصة شتاء. سانت كاترين بيبقى عليها قمم جليدية في فصل الشتاء. الحاجة التانية اللي التضاريس بتأثر فيها، لو جينا نتكلم على سطح مصر بوجه عام، احنا قلنا انحدار تدريجي او انحدار خفيف، قلنا مستوي او شبه مستوي، علشان كده لا يوجد اي تأثيرات للسطح الا على الاطراف الشرقية لمصر في جبال البحر الاحمر او جنوب شبه جزيرة سيناء اللي هي في جبال جنوب او المثلث الجبلي في جنوب سيناء زي جبل سانت كاترين، او زي ما خدنا ان هو اقصر الجبال ارتفاعا في مصر. الجبال بتأثر او التضاريس بتأثر في ايه تاني؟ بتأثر في حاجة مهمة، امتدادها والجزء المواجه للرياح المشبعة ببخار الماء بتأثر في الامطار وفي كميتها، علشان كده ما بنتليش اي تأثيرات الا محدودة للبحر الاحمر، لان كل الكتل الهوائية تصطدم بالمرتفعات، بينما المؤثرات البحرية اكثر بتظهر لنا من السواحل الشمالية وبالتحديد من البحر المتوسط زي ما هنشوفها دلوقتي. ادي معنى المدى الحراري اليومي والمدى الحراري الفصلي او السنوي، وادي معنى كلمة الرطوبة النسبية زي ما قلناهم. نجيب مجموعة من الاسئلة او نطبق بمجموعة من الاسئلة على الجزء ده. بيقول لي توجد اقل معدلات الرطوبة النسبية بين المدن الاتية في، احنا قلنا ان الرطوبة النسبية بتزيد في الشمال او للمدن الواقعة على البحر المتوسط وتقل بالاتجاه ناحية الجنوب. فدايما لما يجيب لي سؤال زي ده ادور على المدينة الساحلية او المدينة الاقرب لساحل البحر المتوسط. فالمدن اللي عندنا هنا بيقول لي اسكندرية وطنطا وبورسعيد واسيوط، بس هو عايز مني اقل معدلات الرطوبة ولا اكثرها؟
لو أكثرها يبقى أنا هحتار، لأن الإسكندرية وبورسعيد موجودين على البحر المتوسط، وطنطا قريبة من البحر المتوسط بل تقع في نطاق إقليم البحر المتوسط، لكن لو بصيت على أسيوط بتوجد في الوادي أو الأجزاء الجنوبية من مصر. السؤال الثاني، ترتفع الحرارة صيفا بمصر لتأثرها بالضغط المرتفع في جنوب شرق آسيا، جنوب غرب آسيا، شمال أفريقيا، جنوب أفريقيا. لو بصينا على الضغط المرتفع اللي مصر بتتأثر بيه، قال لي في شبه الجزيرة العربية. طب شبه الجزيرة العربية بتوجد فين؟ هل بتوجد في شرق، في جنوب شرق آسيا ولا في جنوب غرب آسيا؟ لو بصينا على الخريطة بتاعت الوطن العربي هتلاقيها بتقع في أقصى جنوب غرب قارة آسيا. السؤال الثالث، أمامك صورة لعامل مؤثر في مناخ مصر توجد فيه. طبعا العامل المؤثر ده جبل أو مرتفع، وفيه مجموعة من السحب وبتبدأ تسقط الأمطار على جانب، والجانب الآخر أمطار بتبقى قليلة. فبيقول لي الصورة دي هتمثل مناخ مصر في جنوبها ولا غربها، في شمالها ولا في شرقها. فلو بصينا على تضاريس مصر هتلاقي في شرق مصر بتمتد جبال البحر الأحمر، وفي جنوب سيناء بتمتد بيمتد المثلث الجبلي، وبالتحديد مجموعة الجبال أشهرهم جبل سانت كاترين. يبقى الإجابة هنا دال اللي هي في شرقها. ادرس الجدول الذي أمامك ثم أجب. جايب لي جدول فيه مدينتين، مدينة ألف ومدينة ب، وجايب لي درجة الحرارة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى، وبيقول لي حدد أي المدينتين تقع على مسطح مائي، وأي مع ذكر السبب. لو بصيت على المدينة ألف درجة الحرارة الكبرى 34 والصغرى 25، المدى الحراري كبير. لو بصيت للمدينة ب درجة الحرارة 25 الكبرى والصغرى 18، المدى الحراري أقل. أيوة كده بقى، يبقى أنا هفهم إن بالاقتراب من المسطح المائي المدى الحراري هيقل، بالابتعاد عن المسطح المائي المدى الحراري بيزيد. يبقى المدينة ب مدينة ساحلية أو تقع بالقرب من المؤثرات البحرية على عكس المدينة ألف. بعد كده بيقول لي وضح الأثر الناتج على وقوع معظم مساحة مصر في الإقليم المداري الجاف. إيه هي النتيجة المترتبة على إني زي ما قلنا في الموقع الفلكي معظم مصر تقع في الإقليم المداري الجاف أو الإقليم الصحراوي الجاف ما عدا أطرافها الشمالية؟ إيه اللي هيترتب على كده؟ هيترتب قلة الأمطار، زيادة الاعتماد على نهر النيل. بعد كده هناخد المناخ بتاع مصر في فصول السنة الأربعة. دايما لما بنيجي نبدأ المناخ بنبدأ بيه بالترتيب، ولا يشترط ان انا ابدأ بفصل معين، بس لابد ان يبقى فيه تسلسل علشان اعرف الانتقال الحراري. زي لما بقول الصيف بيبدأ في شهر 6 و7 و8، بعد كده الخريف 9 و10 و11، بعد كده الشتاء 12 و1 و2، وبعد كده الربيع 3 و4 و5. طب انا لو هبدأ بالخريف يبقى بعديه الشتاء، بعديه الربيع، بعديه الصيف. وده المقصود بان انا اتتبع الترتيب المنطقي لفصول السنة الاربعة. الصيف والشتاء بيتعرفوا باسم الانقلابين، درجات الحرارة تنقلب فيها اما للحرارة المرتفعة واما للحرارة المنخفضة. الحرارة المرتفعة اللي هو الصيف، والحرارة المنخفضة اللي هو الشتاء. بينما الفصلين الربيع والخريف دول اللي بيعرفوا باسم الاعتدالين، لان درجات الحرارة فيهم بتعتدل حيث تعامد الشمس على مدار على خط الاستواء. الخريطة اللي قدامنا بتوضح درجات الحرارة في فصل الصيف.
علشان اتناول مناخ اي فصل من الفصول عندنا لازم اعرف درجة الحرارة بتاعته، الرياح السائدة، وهل تسقط فيه الامطار او لا تسقط. فلو بصينا على فصل الصيف، تتعامد الشمس فيه على مدار السرطان في جنوب مصر، مما يؤدي الى ارتفاع شديد في درجات الحرارة، ولكنها تقل بالاتجاه ناحية الشمال. ده لسببين. السبب الاول بتبتعد عن مدار السرطان، والسبب الثاني بتقترب من مؤثرات البحر المتوسط. علشان كده هتلاقي درجات الحرارة معتدلة في الشمال بسبب مؤثرات البحر المتوسط، ومرتفعة في الجنوب وبخاصة جنوب مدينة أسوان. طب الرياح السائدة فيها هي عبارة عن الرياح الشمالية التجارية، ودي رياح جافة. ممكن يجيب لي فيها سؤال، عدم سقوط الأمطار صيفا على مصر، هقول لأن الرياح الشمالية التجارية رياح جافة، أدي واحدة. طب ليه لا تسقط أمطارا؟ هقول لأنها تأتي من مناطق درجات حرارتها أقل إلى مناطق درجات حرارتها أعلى. يعني لازما علشان يحدث التكاثف وبالتالي سقوط الأمطار، إن الحرارة تبقى جاية من درجة حرارة أعلى إلى درجة حرارة أقل زي ما خدنا في السنوات السابقة. يبقى الصيف عندنا شديد الحرارة وخاصة في الجنوب، تعتدل على الأطراف الشمالية، الرياح شمالية تجارية لا تسقط فيه أمطار. الفصل عن نقول مجموعة من الأسئلة عليها، تنخفض درجات الحرارة عما حواليها العامل السطح في السلوم، كفر الشيخ، كاترين، السويس. طبعا الحرارة في فصل الصيف رغم ارتفاعها بتقل في منطقة كاترين لعامل الارتفاع. السؤال الثاني، ترتفع درجات الحرارة صيفا بجنوب مصر لتأثرها بالموقع الفلكي، و بيقول لي جنوب مصر الموقع الفلكي والسطح، ولا الموقع الفلكي والماء، ولا الموقع الفلكي واليابس، ولا الموقع الفلكي والرياح. ده بيقول لي جنوب مصر يعني القارية، يعني داخل اليابس. السؤال اللي بعد كده بيقول لي بما تفسر عدم سقوط المطر، واظن احنا جاوبناه، لان الرياح آتية من درجات حرارة اقل الى درجات حرارة اعلى. السؤال الاخير، ماذا يحدث اذا اتت الرياح الشمالية التجارية، لم تأتي الرياح الشمالية التجارية على مصر صيفا؟ يعني الرياح الشمالية التجارية لو ما جاتش على مصر فصل الصيف، ايه اللي كان هيحدث؟ هو بيقول لي تلطف من درجات الحرارة، تأثيرتها تصل الى جنوب مصر، يبقى هعكس، يبقى اصبح مناخ مصر على وتيرة واحدة بيتميز بالقارية او بانه شديد الحرارة. الفصل اللي بعد كده فصل الخريف، اللي هو شهر سبتمبر واكتوبر ونوفمبر، تتعامد فيه الشمس على خط الاستواء، درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض ولكنها لازالت مرتفعة وبخاصة في جنوب مصر. الرياح شمالية أو شمالية غربية، الأمطار تبدأ سقوط الأمطار في الخريف وإن كانت بنسبة قليلة وبخاصة فوق المرتفعات اللي موجودة في منطقة البحر الأحمر أو في جنوب سيناء. يبقى الشمس هتتعامد فيه على دائرة الاستواء، الحرارة بوجه عام مرتفعة وإن كانت تميل إلى الانخفاض، الرياح شمالية إلى شمالية غربية، تسقط فيه الأمطار بس بتبقى فجائية أو في شكل سيول زي جبال البحر الأحمر وجبال جنوب سيناء. برضه هنقول عليها مجموعة من الأسئلة، أعلى درجات الحرارة بمصر في الخريف في جنوبها، غربها، جنوبها الشرقي، جنوبها الغربي. نرجع للخريطة، هو جايب لي درجات الحرارة بالألوان، اللون البرتقاني اللي هو في جنوب شرق مصر ده أعلى درجات حرارة بتسجل فيه، تحت
على ايد اليمين يبقى اقصى جنوب شرق مصر. نرجع بقى للسؤال تاني. اعلى درجات الحراره بمصر في الخريف في، يبقى هقول جنوبها الشرقي. يبدا سقوط المطر على الساحل الشمالي في مصر من شهر، لو بصيت للشهور اللي عندي هتلاقي الاول نوفمبر، الثاني ديسمبر، الثالث يناير، الرابع فبراير. نوفمبر ده في الخريف، ديسمبر في الشتاء، يناير في الشتاء، فبراير في الشتاء، يبقى بداية سقوط الأمطار في شهر نوفمبر. برهن على صحة العبارة الخريف أفضل في فصول السنة طقسا بمصر به فترات خطورة. الخريف هو أفضل فصول السنة طقسا في مصر، ليه؟ لاعتدال درجات الحرارة وقلة الانخفاضات أو التغيرات المناخية اللي بتحدث فيه. ومع ذلك أحيانا تحدث فيه سقوط أمطار غزيرة وفجائية المعروفة باسم السيول، والتي تؤدي إلى تدمير التربة والمنازل. معنى كده الخريف أفضل فصول السنة طقسا ولكن به بعض الخطورة، ويقصد به عندما تسقط السيول أو الأمطار الفجائية على المرتفعات في جنوب سيناء أو جبال البحر الأحمر، ودي لها أثار تدميرية زي ما خدنا في السنوات السابقة. ماذا يحدث إذا تعرضت مصر للانخفاضات الجوية المتغيرة بفصل الخريف؟ هو ما يميز فصل الخريف اعتداله وقلة الانخفاضات الجوية فيه. طب لما يقول لي لو تعرض إلى مجموعة من الانخفاضات الجوية المتغيرة، يبقى لن يصبح الخريف أفضل فصول السنة طقسا في مصر. الفصل الأخير عندنا من فصول، الفصل الثالث عندنا من فصول المناخ، فصل الشتاء. تتعامد فيه الشمس على مدار الجدي في نصف الكرة الجنوبي، يعني بعيد عن مصر، مما يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة، ولكنها معتدلة على أطرافها الشمالية بسبب مؤثرات البحر المتوسط. الرياح، عندنا رياح شمالية غربية تسقط الأمطار وتقل بالاتجاه ناحية الجنوب، ورياح شمالية تجارية عند دائرة عرض مدينة المنيا، ودي بتبقى قارصة البرودة. ليه؟ لأنها آتية من المناطق الأوروبية اللي بتبقى في الوقت ده متجمدة، علشان كده الرياح بتبقى شديدة البرودة على دائرة عرض المنيا. الأمطار، أنا قلت نوعين من الرياح، رياح شمالية عكسية أو غربية، ودي مشبعة ببخار الماء نتيجة لوجود الانخفاضات الجوية تؤدي إلى سقوط الأمطار بغزارة على الساحل الشمالي وتقل بالاتجاه ناحية الجنوب. بالنسبة للأمطار في مصر في فصل الشتاء بيقولوا عليها فصل المطر، لأن حوالي 90% من الأمطار الشتوية المصرية اللي بتسقط على مصر بتبقى في فصل الشتاء. الفصل الأخير عندنا فصل الربيع، مارس وأبريل ومايو. تتعامد فيه الشمس مرة أخرى على دائرة الاستواء، تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع ولكنها معتدلة دائما على البحر المتوسط، قلنا بسبب مؤثرات البحر المتوسط. الرياح فيها نوعين من الرياح، رياح شمالية تجارية ورياح الخماسين، ودي رياح جافة حرة محملة بالرمال والأتربة، وممكن يجيب لي عليها سؤال ايه الأثر الناتج عليها؟ هقول بتؤدي إلى تلف العديد من المحاصيل الزراعية، وبتؤدي إلى انتشار العديد من الأمراض، أشهرها مرض بيعرف باسم الرمد الربيعي. بعد كده الأمطار، بتسقط الأمطار في شهر مارس على مصر وبخاصة فوق المرتفعات جنوب سيناء إلى جانب مرتفعات البحر الأحمر، وهي أمطار فجائية غزيرة المعروفة لنا باسم السيول. معنى كده أن أنا عندي أمطار بتبدأ في شهر نوفمبر بالخريف، وعندي أمطار برضو سيول أو أمطار فجائية لها أثر تدميري، وعندنا أمطار في شهر مارس في فصل الربيع في المعتاد برضو بتبقى في شكل سيول أو أمطار فجائية.
بتأثر بصورة أو بأخرى بآثار تدميرية بالنسبة لمصر. وبكده نكون خلصنا المناخ، خدنا العوامل المؤثرة فيه، وخدنا مناخ مصر في الصيف وفي الخريف والشتاء وفي الربيع. الدرس إن شاء الله المرة الجاية هيكون عن إيه؟ هيتكلم على الأقاليم المناخية والنباتية في مصر وأثر التغيرات المناخية عليها. بشكرك في ختام الحلقة أستاذ محمد علي كيلاني، خبير مادة الجغرافيا بوزارة التربية والتعليم. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله بإذن الله. مشاهدينا الكرام، طلاب الصف الأول الثانوي كنا معكم، والوحدة الثانية الدرس الأول المناخ في مصر. شكرا لكم ونلقاكم في حلقة أخرى من البرنامج. إلى اللقاء.